بسم الله الرحمن الرحيم. عاوزين نشوف نعمل نيورال نتورك تريننج بتاعها ازاي. التريننج بتاع النيورال نتورك مهم جدا للناس بتوع اللي هم ايه بتوع الماشين ليرنينج ساينتست. يعني لو انت راجل عاوز تجيب بس حته لايبرري وتشغلها ترن مش محتاج كل الكلام ده، انت لايبرري وخلاص. بس يوم ما هتستك مش هتعرف تعمل اي حاجه، انت جايب لايبرري جاهزه بتشغلها، عربيتك وعطلت هتاكلها على جنب. لكن لو انت فاهم فيها وعارف تشتغل ازاي تعرف تصلحها، تعرف تحسنها وتطور فيها زي ما انت عايز. نفس الكلام عندنا في الماشين ليرنينج. مهم جدا 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 افهم الماس اللي ورا الماشين ليرنينج. عشان ما تحب تطور في الموديل بتاعك تعرف تطوره. بدليل ثلاث ارباع الشركات شغاله نيورال نتورك. ومع ذلك شركات بتدي اكسي عاليه جدا، شركات اكسي متوسطه، شركات اكسي ضعيفه. كله نيورال نتورك. طب ليه؟ في ناس فاهمه وبالتالي تقول الاكل في قليله حسن في الحته الفلانيه تتظبط. في واحد تاني مش فاهم اصلا، جبت الموديل كده، طب خش دور على موديل تاني على النت كده وجربه. ده اللي هيعمله، ما عندوش حل تاني. طب اخترع لنا موديل ما يعرفش. طب ركب اتنين موديل على بعض ما يعرفش، ان هو مش فاهم الماس بتاعتنا. فاحنا مهم جدا نفهم الماس بتاع النيورال نتورك جه منين، بيشتغل ازاي. زي ما فهمنا كل اللي قبل كده. طب بص دكتور ماشين عرفنا جت منين والكيرنز بتاعها ازاي وكده. قبلها في البرسبتور العادي عرفنا يعني ايه جريدنت ديسنت وامشي عكس اتجاه الجريدنت عشان تحسن. نفس الكلام هنعمله هنا. ونفس الكونسبت بالظبط. برضه همشي عكس الجريدنت عشان احسن. قبل ما نبدا في ازاي هعمل التريننج بتاع الباك بروباجيشن او الكونسبت بتاعه ايه؟ الكونسبت بتاعه انت بتدخل داتا سامبل تمشي ورا النتورك لغايه ما تطلع اوتبوت. السامبل اضرب في الويت طلعت حاجه. عديها على الاكتيفيشن فانكشن نون لينير تعمل حاجه ثانيه، ارجع اضربها في الويت عشان تخش على اللي بعدها حاجه ثالثه لغايه ما طلع الاوت. انا واثق من اول الاوت طلع غلط، ان انا الويت اللي عندي ارقام راندوم. اما اجي اقارنها بالاوت المفروض يطلع فعلا التارجت بتاعي بتاع السامبل دي المفروض يبقى التارجت بتاعها كلاس الاولاني او الثاني او الثالث مثلا. ما طلعش كده. اقوم اعمل ايه؟ شوف الايرور قد ايه بين اللي طلع لك وبين التارجت. ده الايرور فاضل وساوده الصفر، واعمل ابديت للويت بتاعتك مره في مره الويت بتتحسن. احنا عملنا ده في البرسبترون اللي احنا ضيعنا فيه شويه وقت الصبح اهو. نفس الكلام هنعمله هنا. ركز بقى معايا في نفهم شويه المات الصغيرين دول. المات مش اكتر من شويه تفاضل صغيرين مش صعبين كمان. تعالى نحط شويه ترمينولوجي. النتورك عامل زي كده. عدد الله اعلم قد ايه دول بقى. كل واحده من دول ليه؟ كلها فولي كونكتد. والثانيه برضو فولي كونكتد، والثالثه فولي كونكتد لغايه الاخر. بدخل الانبوت بتاعي من هنا. طوله قد طول دول. الاوتبوت بتاعي هيطلع من هنا. من اخر لاير. ده الاوتبوت لاير. ده الانبوت لاير. عندي في الوسط هيدن لاير. انا كمان الانبوت ده انا المفروض عارف المفروض يطلع ايه. يعني عندي تارجت. انا عارفه. المفروض يدي مثلا 1000 هو كلاس ده. مش ده مش ده مش ده، فانا عاوز يطلع 1000. ده الاوتبوت اللي طلع فعليا. بس كده قفشتها خلاص اهو. حتى في الوسط ما بين الاثنين دول ده الايرور. انا عاوز مينيمايز الايرور ده. الايرور ده جه نتيجه ايه؟ مش نتيجه السامبل اكس. لا السامبل اكس المفروض عليا هي دي السامبل ودي الاوت. دي نتيجه الويتس المختلفه اللي هنا. فتعوز تمينيمايز ومنه ترجع ابديت ويتس. تعال نتفق على حاجه ترمينولوجي عشان نقدر نكمل بيها الريفيجن بتاعنا. الكرنت لاير
هديها جي، هسميها جي. البريفيوس لاير هسميها اي اللي قبلي. النكست لاير هنسميها جي. واعتبر بقى سواء فين، يعني تعالى بص على حاجه زي كده. لو انا كنت واقف هنا يبقى دي هي الجي، واللي بعد دي هسميها كي، واللي قبل دي هسميها. طيب لو انا كنت واقف، انا واقف هنا يبقى دي هسميها مين؟ جي، واللي قبل هسميها اي. طب فين الكي؟ مفيش، دي كانت اخر لينك، وهكذا. حسب ما انت واقف فين هنسميها جي، اللي بعديك سميناها كي، واللي قبليك سميناها اي. اذا كانوا موجودين، انت واقف في اول لاير ما عنديش حاجه قبلي، بس في بعدي، فعلى حسب انت واقف فين هنسميها بالمنظر ده. تعال ناخد حته من النتورك عشان نتكلم عليه. انا واقف هنا دلوقتي، يبقى دي هي اسمها جي، واللي قبل دي هيبقى اسمها اي، واللي بعد اسمها كي. دي كانت هي اخر لاير، دي الاوتبوت لاير بتاعتي، يعني الاوتبوت طالع من هنا. وانا كمان زي ما قلنا انا عارف التارجت من هنا، تارجت 1، تارجت 2، تارجت 3، تارجت، مفيش تارجت رابع، هما دول ثلاثة بس. فبتاع كل، أنا عندي ثلاثة كلاسز أهو، فعارف التارجت بتاع كل واحدة يطلع 1 ولا يطلع 0. كل واحدة من دول جواها سميشن، مش كده؟ بيجمع اللي داخل عليه. كل واحدة من دول فولي كونكتد زي ما احنا عارفين. وهكذا. الويت اللي ماشي من هنا لهنا ده، ده نسميه دبليو جي اي. نحط الديستنيشن قبل التارجت تسميه، عشان الواحد بنعمل ايه؟ نطلع هترين ازاي. دبليو جي اي يعني من اي لجي. طب ده نسميه ايه بقى؟ دبليو كي جي. هو كي طلع من جي راح لكي، فكي جي ده مجرد تسمية. الاوتبوت اللي هنا ده هنسميه اوتبوت اي. اي بتاخد كام بقى؟ صفر واحد اثنين حسب كام واحد. الاوتبوت اللي خارج من دي هنسميه اوتبوت جي. اللي خارج من هنا ده هنسميه اوتبوت كي. لو انا اتحركت وقفت هنا يبقى الاوتبوت ده اسمه ايه؟ اوتبوت جي. ما انا بقيت واقف هنا دلوقتي. حسب ما انت واقف فين، اللي واقف عنده اسمه جي، والاوتبوت بتاع اللي واقف عنده اسمه جي. السميشن اللي جوه ده هنسميه نت، يعني السميشن هنسميه نت، مجرد تسميه. تعالى شوف احنا فاهمين ولا لا بقى كده. نت جي بتساوي ايه؟ السمنيشن اللي جوه النود جي دي يساوي ايه؟ احسبه ازاي؟ ايوه، اجمع الاوتبوت اللي خارج من كل واحده من دول في الويت بتاعتها، يعني عباره عن سمنيشن دبليو جي اي. الويت مش ده دبليو جي اي، ده دبليو جي اي، دبليو جي، كل دول دبليو جي اي. حسب الجي والاي بكام؟ تي اوتبوت، اوتبوت من دي اوتبوت اي، صح؟ الاوتبوت اللي قبل بجمع الاي على كل اللي قبل. يعني كاني بقول تاني، السمشن اللي هنا عباره عن اوتبوت واحد في الدبليو دي، زائد اوتبوت اثنين في الدبليو دي، زائد اوتبوت ثلاثه في الدبليو دي، واحد اثنين ثلاثه دول هم الاي عشان ده اي. كل واحده في الدبليو بتاعتها عرفت المجموع هنا قد ايه؟ طيب بنفس الطريقه نت كي بتساوي ايه؟ السمشن اللي في الكي اللي هنا summation دبليو كي جي
اوتبوت جي هتجمع على كل الجي اللي قبل. الاوتبوت ده دبليو بي جي، الاوتبوت ده في دبليو بي جي، الاوتبوت ده دبليو بي جي، كل دول يتجمعوا طلع لي الانفورميشن اللي هنا. طيب دي سهله. اوتبوت جي بتساوي ايه؟ الاوتبوت اللي خارج من هنا هجيبه ازاي؟ انت بتطلع ده ازاي اساسا؟ تاخد المجموع سمشن تحتيه على الاكتيفيشن فانكشن النون لينيارتي، مش كده؟ يعني ده اللي بنقول اتش جي عباره عن ذا فانكشن اوف نت جي. الفانكشن دي اللي هي الاكتيفيشن فانكشن بتاعتنا. يعني خد السمشن اللي انت جمعته جوه دي عديه على فانكشن يطلع لي الاوت، صح؟ انا هاخد السيجمويد في الحاله بتاعتنا دلوقتي، واحد على واحد زائد تي تو ذا ماينس، اكتب هنا دي هيخش لها ايه؟ نت جي، صح؟ انت جمعت هنا السميشن ده سميناه نت جي، بعد كده هتبصي على سيجمويد واحد على واحد زائد اي اس ماينس اكس، بس المره دي ما هيش اكس اسمها نت جي اللي انا بجمعها هنا، يبقى ده الاوتبوت بتاعها. ده ان كيس اوف سيجمويد. لو انت اخترت اكتيفيشن فانكشن ثانيه تحطها بدل دي، ده كده الاوتبوت جي. نكمل. يبقى كل نقطه نحاول نحط النولج اللي عندنا على الورق بشكل ماثيماتيكال قبل ما نفكر بقى ايه هنمينيمايز دي. الايرور، عاوز اعرف الايرور. الايرور عباره عن ايه؟ الاول انا هجيب الايرور ازاي؟ بسيطه، روح اقف عند الاوتبوت لاير عشان تبقى شايف الخارج ايه والتارجت كان ايه. يبقى انا واقف فين؟ عند الاوتبوت لاير اللي اسمها لاير ايه؟ زيرو ولا ايه؟ ايوه كده صح صح. اي حته انا واقف عندها اسمها جي، خش ده دي اللي بعدي، انت مش واقف عند دي اللي بعديك، مش واقف عندها، واقف عندها تبقى هي الجي. الايرور عباره عن التارجت ده ناقص الاوتبوت خرج من هنا زائد التارجت ده ناقص الخرج من هنا زائد ده ناقص الخرج من هنا، مظبوط؟ يعني المفروض عباره عن تارجت جي ناقص اوتبوت جي. الديفرنس ده هيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ جايز يطلع موجب او سالب، يبقى نعمل ايه؟ سكوير. انت عاوزه عند الجيب واحد ولا باثنين ولا بثلاثة ولا عندهم كلهم؟ ايه تعريف الايرور اللي انت هتعرفه؟ كل الايرور. افرض دي طالعه صح زي اللي انا عايزها، بس دي طالعه غلط ودي طالعه صح، فلماذا الايرور عباره عن مجموع الايرورز اللي طالعه من هنا كلها. انا بقول لك عاوز ده يبقى 0 1 0. انت طلعت لي هنا 0.3 و0.7 ومش عارف بوينت كام، انت ما بتطلعش صفر واحد، انت بتدخل سيجمويد، السيجمويد بتطلع رينج من صفر لواحد. وبالتالي انا المفروض اجمع عليهم كلهم، يعني المفروض هنا يبقى عندي سميشن على مين؟ على الجي. كل النود اللي هنا هي الجي. احنا هنعمل ايه بالايرور بعد كده؟ هنفضله، ايوه كده، هنفضله ونساوي بالصفر عشان امشي عكس الجريديانت، او افضله وامشي عكس الجريديانت. طبعا فاضل يبقى عندي هنا اثنين. التركيبه بتاعتنا هتروح مزود هنا ايه؟ نص، عشان المفاضل الاثنين تصير مع النص. بس ملاحظه مهمه قوي بقى ما تغلطش. المعادله دي فاليد فين؟ فاليد ات اوتبوت لاير اونلي. يعني ما تجيش انت واقف في الوسط هنا وكده بحسب الايرور. الاوتبوت اللي خارج من عندك وانت في الوسط ملوش علاقه بالتارجت ده. انا اعرف احسب الايرور في حاله واحده بس، لو كنت واقف عند الاوتبوت لاير ده تعريف الايرور ده هيبقى صح. ايوه كويس. اول سميشن هنا هيبقى اسمه نت 1 نت 2 نت 3، والجي بتاخد، ما هي الجي بتاخد كام؟ 1 2 3.
والاي تاخد كام برضه؟ 1 2 3 والجي 1 2 3 والكي 1 كله بياخد 1 2 3. فانا بلوب على الجي 0 1 2 3 على حسب انت بتعد من 0 ولا من 1. فده المقصود بيه. احنا لغايه دلوقتي مجرد بس بنحط ديفينيشن. بالمناسبه اهم حاجه في النيورال نتورك او في الماشين ليرنينج بصفه عامه عارفين ايه هي؟ انك تعرف الايرور بتاعك. وصف ان انت عرفت الايرور تركب بعد كده بقى شويه ماتيماتكس. فاضل ساود الصفر عشان تمينمايز امشي عكس الجريدينت حسب ما انت عايز. بس اهم حاجه انت عرفت الايرور ازاي. يعني ممكن تجد واحد واخد نفس الموديل بس عرف الايرور بشكل مختلف يدي نتائج احسن من النتائج بتاعتك. ادي كده احنا عرفنا الايرور، فكده عرفنا نت جي اللي هو السبميشن اللي جوه. وعرفنا اوتبوت جي اللي هو بيتخرج هنا ايه. وعرفنا الايرور الاخراني هنا ازاي، انا عاوز امشي عكسه. انت جايب الايرور ليه؟ عشان ابديت الويت. ما انت الويت دي كلها نفترضها رانا في الاول زي ما احنا عملنا في المثال القديم بتاعنا في البرسبتور لوحده بنقعد نحسب نفس الكلام هنا. انا عاوز اقول دبليو نيو الجديده اللي هي ابديتد، يعني اللي تبقى ابديتد كمان احسن. عباره عن دبليو اول زائد تشينج في الدبليو ده ان جنرال. طب اللي تشينج ده هيبقى عباره عن ايه؟ دي عباره عن ايه؟ امشي عكس الجريديانت. يعني اللي تشينج في الدبليو، طبعا الدبليو بتعتمد اي حاجه. لو قلنا ان جنرال مثلا دبليو جي اي وتبقى بقى انا واقف عند الجي والاي اللي قبله هنا دبليو جي اي، ما كل واحده ليها الابديت بتاعها. تشينج في الدبليو جي اي اللي تشينج في الدبليو جي اي ده هيبقى عباره عن ايه؟ امشي عكس اتجاه الجريدينت تفاضل الايرور بالنسبه لمين؟ دبليو جي اي. تاني الايرور ده اللي طلع هنا طلع نتيجه ايه؟ نتيجه ان الويت بتاعتك مش كويسه. فانت عاوز تقول احسن الايرور ده ازاي بالنسبه للويت اللي مش كويس بتاعي؟ فانت بتفضله واحده واحده لكل ويت بيتفضل. او ما عرفتش الابديت بتاعها ازاي. يعني اقصد مش كل الويت بتغرب نفس النتيجه نفس الرقم. في ويت كويس مدي نتيجه كويسه تغيره ليه؟ افترض كل الويت اللي داخله على دي كانوا كويسين مدي حاجه شبه الطرد مش عاوزين ابديت، لكن دول فيهم مشكله فرق كبير. فانا بالتالي بقول الايرور الاجمالي شكله ايه؟ كل ويت على حده قول لي ابديت بكام؟ فانت لو عرفت تحسب اللي تشينج في الدلتا دبليو جي اي دي كان خد ده اللي طلع اجمع على الويت القديم اللي كان راندوم كانت عملت حسن في النتيجه بتاعتك. يبقى انا عايز دي، عاوز افاضل الايرور بالنسبه لدبليو جي اي. مين اللي فانكشن في الدبليو جي اي؟ الايرور مش فانكشن في الدبليو جي اي. مين اللي بيتاثر بالدبليو جي اي؟ عشان افضل عاوز معادله فيها دبليو جي اي. نت جي مش كده؟ نت جي عباره عن دبليو جي اي اوتبوت اي وسميشن ايه؟ معادله ايه؟ يبقى انا اقدر اعمل بالتشين رول ناقص ثيتا تفاضل الايرور بالنسبه لايه؟ نت جي في تفاضل النت جي بالنسبة لـ دبليو جي اي. لغاية كده محدش زعلان. المعادلة الأولانية بتاعتنا اهي في علاقة بين النت والدبليو. طب سؤال، عاوز افضل المعادلة دي بالنسبة للدبليو تطلع ايه؟ ادي معادلة النت سميشن دبليو جي اي اوتبوت. وما يجي فضلها بالنسبة للـ WGI تطلع ايه؟ بسميشن ولا من غير؟ سميشن ولا من غير؟ من غير، عملناها قبل كده، فاكرين؟ أنا بفضل بالنسبة لواحدة بس من الـ WHT مش فيهم كلهم. السميشن بيصير. اللي مش فاكر يراجعها في المرة اللي قبل كده. يبقى معنى كده
الحته دي على بعضيها كده، التفاضل بتاعها عباره عن اوتبوت ار. جبناها منين؟ اهو فضلنا المعادله دي، كم المعادله دي وليكن مثلا معادله رقم واحد، واجي هنا اقول لك دي فروم 1، خدت 1 دي فضلتها طلعت اوتبوت ار. يبقى اللي عندي لغايه دلوقتي تشينج في الدبليو جي اي عباره عن ناقص ثيتا، تفاضل الايرور بالنسبه للنت في اوتبوت. تعالى كمان نسمي تسميه ثانيه عشان ما اقعدش نكتب كلام كتير، كل ما بارشل بارشل القصص دي. انا هاخد الترم ده على بعضيه، الترم ده معتمد على جي بس مش كده؟ تفاضل بالنسبه لجي ملوش دعوه بالاي مع الاشاره دي. هاخد دول مع بعض هسميهم مول دلتا جي. يعني دلتا جي عباره عن ناقص تفاضل الايرور بالنسبه للنت جي. انا سميتها كده باي ديفينيشن، انا سميتها كده. ومنها اللي تشينج في الدبليو جي اي عباره عن ايتا دلتا جي او دوت اي. فانا خدت الحته دي مع الاشاره سميتها دلتا جي. لازال مجرد تسميه. معنى كده ايه؟ عارف مثلا احنا عملناها لغايه دلوقتي، انا لغايه دلوقتي ما عملتش، ما جيتش انا عمال اسمي دي وبعدين اسمي اللي سميته قبل كده، ما عملتش حاجه جديده لغايه دلوقتي. معنى كده بقول لك لو انت نجحت تجيب لي الدلتا جي دي عرفتها. دلتا جي بتاعت مثلا تجيب واحد اللي هي الاولانيه، عرفت تحسب الدلتا جي. تقدر تابديت كل الويتس دول. ازاي؟ انت بتجيب دلتا جي؟ شوف الاوتبوت الاولاني كان هنا كام؟ اضربه بدلتا جي. شوف الاوتبوت كان من هنا كام؟ اضربه بدلتا جي، هتابديت التاني. الاوتبوت من هنا كان فرق كام؟ ما هو اوتبوت اي اهو اللي قبلي. كل واحد من الاوتبوت اللي قبلي اضربه بدلتا جي، طبعا في الليرننج فاكتور، عرفت الويت المفروض يتغير بكام؟ ده اللي هو اللي تشينج في الويت. لو عرفت ده روح بقى ابديت الويت بتاعك، يبقى كده تحل صح. يعني كده كان عمال بحصر المشكله. لو عرفت تحسب دي كل الباقي اتحل. ادي لك مثال في الهواء كده. دلتا جي دي طلعت باثنين. بتاعت دي الجي اللي هنا دي دلتا بتاعتها باثنين. الاوتبوت هنا كان بخمسه. خمسه في اثنين ب 10. الويت ب 1 يبقى 10. اعمل ايه بال 10 اللي طلعت دي؟ اجمعها على الويت القديم. اهو الويت القديم زائد التشينج في الدبل. طب هنا الاوتبوت هنا كان بثلاثه. ثلاثه. الجي اللي احنا حاسبينها الدلتا جي اللي انت حاسبينها برضه هي هي. عرفت الرقم؟ اجمعه على الاوتبوت هنا. هنا كان الاوتبوت ب 20. وانت عارف اوريدي الدلتا بتاعت دي. اضرب الاثنين في بعض عرفت الابديت هنا يبقى كام. فكده المساله اتحصلت، لو عرفت تحسب الدلتا دي بكام اقدر اقول لك هتابديت ازاي. فانا مش هنسى كلها بدي. طب تعالى نبص بقى على هنا. طب بقى الحته الصغيره كده عاوزين نشيلها. تفاضل الايرور بالنسبه للنت. مين اللي معتمد على النت؟ الايرور هنا مش معتمد على النت. امال مين معتمد على النت عشان اعرف افضله؟ معاوز معادله فيها نت عشان افضل. اوتبوت جي بتساوي 1 على 1 زائد نت جي. يبقى ممكن افضل الاوتبوت جي. تاني بص التفكير ماشي ماثيماتيكالي ازاي؟ انا عاوز افضل الايرور بالنسبه للنت. ما عنديش معادله بتقول ايرور ونت عشان افضلها بالنسبه للنت. من ايه اللي فيه معادله بالنسبه للنت؟ في الاصل اوتبوت بيساوي 1 على 1 زائد نت ماينس نت. حلو جدا. شيل رول تاني. المعادله دي هسميها 2. اجي هنا اقول ده عباره عن الدلتا نفسها عباره عن ايه؟ الدلتا دي عباره عن ناقص تفاضل الايرور بالنسبه لاوتبوت جي. وتفاضل اوتبوت جي بالنسبه لنت جي. شيل رول. ليه عملت كده؟ لان الاوتبوت جي ليه في علاقه بينه وبين النت جي؟ اهي اوتبوت جي عباره عن 1 على 1 زائد ماينس نت جي. وده في حاله انها سيجمويد بس. لو انت اخترت حاجه غير السيجمويد يبقى تفاضل مختلف. انت كده بتقول انت زنقتني. انا محتاج افاضل دي. انا عايز افاضل حاجه زي كده؟
دي معادله السيجمويد انا عاوز افاضل دي. وقلنا ايه حاجه سهله يونت ستيب عشان نفاضلها اسهل. هتفاجئ ان دي التفاضل بتاعها سهل جدا. كان شكلها كده اكسبوننشال وفي المقام والكالكلس. المهم يبقى ده اللي احنا عاوزين نعمله. لو عرفنا نحسب دي نطلع على طب هنا بقى ناقص تفاضل الايرور بالنسبه للاوتبوت جي. يا سلام اهي ايرور واوتبوت جي. ده كده تفضل. بس ما تضحكش قوي. الكلام ده فالد فين؟ الاوتبوت لاير بس. يعلمني تكون واقف هنا عشان يبقى الاوتبوت بتاعك له علاقه بالتارجت تجيب الايرور. ساعتها ابديت كل دول. بس اللي في الوسط ما اعرفش. هي ناخد دي ونوقف. انا عاوز افضل بس الاوتبوت بالنسبه للسيمبل. اوتبوت جي عباره عن 1 على 1 زائد اي تو ذا ماينس ميد جي. اللي هي كانت المعادله رقم كام؟ 2 مش كده؟ المعادله رقم 2. احنا عاوزين نفاضل دي. برضه فيها حته تركيه رياضيه لطيفه قوي. تفاضل اوتبوت جي بالنسبه لميد جي هتساوي كنا بنفاضل دي ازاي؟ ربع المقام مقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام. مش كنا بنعمل كده؟ دي كانت مدارس عرب. تعالى نعملها. ربع المقام 1 زائد اي تو ذا ماينس ميد جي. مش هحط هنا تربيع. اكتبها تاني. المقام في تفاضل البسط صفر ناقص البسط في تفاضل المقام. عاوز افاضل دي. الواحد ملوش تفاضل اي تو ذا ماينس ميد جي في تفاضل دي اشاره ناقص هتقلب زائد صح؟ تساوي. تعالى نقسمها حتتين بقى. واحد زائد اي تو ذا ماينس ميد جي فين؟ انا فاضل بالنسبه لميد جي. تبقى ماينس اكس فاضلها تبقى ماينس اكس. واحد زائد اي تو ذا ماينس ميد جي. انا فصلت الاثنين دول. طب البسط هنا ده كانه واحد مضروب في اي تو ذا ماينس ميد جي. حد زعلان؟ طب ليه عملت كده؟ دي اسمها ايه الحته دي؟ يجي اوتبوت جي نفسها؟ اوتبوت جي يا سلام زي الفل. طب دي تركايه القديمه واحد زائد ناقص واحد. زودت واحد طرحت واحد. نكمل ده كده يساوي اوتبوت جي. خلاص ده اوتبوت جي. دي عباره عن الحته دي واحد زائد اي تو ذا ماينس ميد جي على المقام ناقص واحد على المقام. ماشي. واحد زائد الترمينال على المقام ناقص واحد على المقام هو هو. طيب دي اسمها ايه؟ ملهاش اسم طبعا ده واحد. طب دي اسمها ايه؟ اوتبوت جي. كان فرع التفاضل شكله ايه ده؟ اوتبوت جي واحد ناقص اوتبوت جي. كانت ليه بتحب السيجمويد نيورال نتورك؟ تفاضلها سهل خالص اهو. طب كنا بنفاضل ليه؟ ارجع لورا تاني. عايزين نطلع دلتا جي. يبقى عندنا دلتا جي عباره عن ناقص تعالى نكتبها دي تاني. تفاضل الايرو بالنسبه لاوتبوت جي، اوتبوت جي بالنسبه للنت جي. دلتا جي بتساوي ناقص تفاضل الايرو بالنسبة لاوتبوت جي. تفاضل اوتبوت جي بالنسبة لنت جي. بس احنا اوريدي دي خلاص عرفناها. دي طلعت اوتبوت جي واحد ناقص اوتبوت جي. بس احنا مش حافظين، احنا ماشيين بريفيجن بالراحة. يبقى معنى كده دلتا جي هتساوي ناقص تفاضل الايرور
بالنسبة output j p output j p 1 minus output j. صراحة كنا عايزين دي ليه؟ نفتكر تاني اللي تشينج في الدبليو جي اي كان عبارة عن ثيتا دلتا جي او بوت اي مش كده؟ اهو انا كنت بدور على دي عشان بعد كده اقول لك الدبليو جي اي نيو الجديدة عبارة عن دبليو جي اي الاول زائد دلتا دبليو جي اي اللي هي دي بإشارتها زي ما تكون. فأنت لو عرفت تجيب لي الدلتا هجيب لك التشينج في الويت أقدر أبديت الويت بتاعتي. أوتبوت جي أوتبوت أي أوتبوت جي معلش مشكلة فيهم خالص ده الأوتبوت عبارة عن إيه؟ بحسب على طول عدي على التجميل فانكشن. أنا لسه مشكلة الحتة الصغيرة دي. ففاضل الإيرور بالنسبة لأوتبوت جي. أنا عندي معدل إيرور بالنسبة لأوتبوت جي. أهي. بس خد بالك المعادلة دي valid عند الـ output layer only صح كده؟ يبقى كده اللي فاضل لنا حاجتين عشان اخدهم دلوقتي. الأول أفاضل error بالنسبة للـ output gain المعادلة عندي أهي. بعد كده هقول لك الكلام ده at output layer only لو انت واقف عند الاوتبوت لاير الجي بتاعتك هي دي. طب لو خدت الجي اللي جوه عاوز ابديت الويست اللي داخله على الوسطاني لا مش على الاخرانيه المعادله دي مش هتنفع لازم نلاقي معادله ثانيه تنفع عشان اعرف افكر. الرسم الفاضل يبقى انا خلاص كده عرفت ازاي ابديت. ناخد مثال بالارقام لغايه الاخر ناخد ويست انيشال ونابديت ونشوف عندي حسن ولا لا. الخطوه الثالثه حضراتكم هتبرمجوا الكلام ده. مش هستخدم لايبرري جاهزه، لا هينزل لك الاسايمنت اللي بعديها او جايز بروجكت بتبني نيور نتورك فروم سكراتش، انت بنيها بايدك بتاعتك. حتى لو عامل عربيه نص كوم بس انت بني عربيتك فروم اي تو زي. بعد ما بقى كويس عاوز تستخدم حاجه جاهزه، اوكي بس انا فاهم اوريدي الدنيا تاني. احنا الرود ماب بتاعتها ماشيه ازاي؟ اي اسئله؟ شوفكم